نوستالجيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. ودوات صفحة السجون ومسألة الناموس لو تعطينا آخر ما عطينا. هو شوف الموضوع هذايا قاعدين نخدم عليه بصفة مسترسلة باعتبار وأنه نحن حسب التطورات متاع الحالة قاعدين أولا المعاينات اليومية اللي تكاد تكون يومية باعتبار وأنه مخافر توالد الناموس راهي متغيرة. اليوم تلقى ليكاف مغدوة تلقى مستنقعات تلقى السباخ إلى آخره حسب تطور الوضعية. اليوم توا سيتياسيون اللي هي الطقس يساهم بشكل كبير في تكاثر الناموس باعتبار وأنه كميات الأمطار اللي نزلت مؤخرا وارتفاع درجات الحرارة هذايا يؤدي إلى تكاثر الناموس. ثم المداوات على مستوى المواقع الاعتيادية كما ليكاف كما معناها أماكن تجمع المياه الراكدة إلى آخره. وعندنا نحن على مستوى ولاية تونس إشكالية صبخة السجومي. صبخة السجومي كانت نسبة المياه ارتفاع المياه فيها معناها ما تسمح الناس بالمداوات العميقة. كنا نعملوا كان التطبيب الحراري ستادير الناموس اللي يطلع من الصبخ هذا كان داويوه ولكن نحن مطالبين تو باش نداوي اليرقات اللي موجودة في الطبقة السفلى في صبغة السجومي. تو ارتفاع المياه في صبغة السجومي 43 سنتيمتر باعتبار ونحن نعملوا في الضخ خارج الصبخة وصلنا 43 مليمتر. هذا يسمح لنا توا باش نداويو صبخة السجومي بطبيعة الحال خلال الأسبوع القادم باش نقع مداويات صبخة السجومي في العمق وبالطريقة هذيك نتخلصوا بصفة كبيرة من الناموس المتواجد في صبخة السجومي.